عشر زرت مخيم اللاجئين الصحراوي العام الماضي للمرة الأولى. ما أثار إعجابي أكثر شيء كان إصرار الصحراويين على مواصلة النضال من أجل الحرية. لم أجد ذلك فقط بين القياديين والمسؤولين السياسيين، ولكن بين كل مستويات وأجيال الناس الذين يعيشون في المخيم. أعرف من تجاربي السابقة في العمل في قطاع التعليم كموظفة أممية وأيضا بصفة أستاذة في جامعة يابانية أعلم الشباب والأطفال، وأن بالنسبة للشباب والأطفال إنكار هويتهم ومن هم ومستقبلهم إنما هو ألم لا يمكن تحمله. إن الاحتلال المغربي يهمش الصحراويين ويحظر حتى التعبيرات السلمية عن هويتهم. هذا هو الاستعمار، وكما أظهر التاريخ فإن كل استعمار يستحضر شبابا ثائرا، وهؤلاء الشباب الثائرون لن يتوانوا إلى أن يحققوا النصر في النهاية. السيدة الرئيسة، الأعضاء المقرين لهذه اللجنة، كمواطنين في اليابان نحن ندرك أن اليابان لديها صلات بالصحراء الغربية وليست غير متصلة بهذا الموضوع. هناك شركات يابانية تستورد صخور الفوسفات من الصحراء الغربية، ونعرف أن الأخطبوط الذي يباع تحت اسم الأخطبوط المغربي في المحال التجارية في اليابان يأتي من الصحراء الغربية. بعض صيادي السمك التونة من اليابانيين يصطادون في مياه الصحراء الغربية من خلال دفع رسوم مقابل ترخيص من قبل الحكومة المغربية. هناك شركة يابانية أيضا تشارك في مشروع للطاقة المتجددة في الطاقة في الصحراء الغربية. نظمنا العام الماضي أكثر من 40 ندوة بشأن الصحراء الغربية في 24 مدينة في اليابان. قالت لنا شابة صحراوية ما يلي: بينما لا يتمتع اللاجئون الصحراويون في المخيمات بالثروات الطبيعية لوطنهم، فإنه يتم بيع الأخطبوط والأسماك التي يتم اصطيادها في الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية في كل من اليابان ودول أخرى. هذا الظلم هو الذي تسعى مجموعتنا كأصدقاء للصحراء الغربية اليابان أن ننهيه. وأخيرا أود أن أختتم التماسي هذا من خلال تأكيد على مسؤوليات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة تصفية استعمار الصحراء الغربية في المخيمات في مخيمات اللاجئين. أثارني هذا الصبر الذي لا يصدق، وهذا الذي يبديه الصحراويون في انتظارهم للفرصة الموعودة بممارسة حقهم في تقرير المصير. سيكون من العار في حال عدم تمكن المجتمع الدولي أن يلبي هذا المطلب المشروع. بالتالي أحثكم الأعضاء المقرين لهذه اللجنة أن تستذكروا مجددا المبادئ النبيلة لإنهاء الاستعمار وإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية دون أي تأخير إضافي. شكرا. أشكر